دعوني أيضا في بداية هذه الجلسة وباسمكم جميعا أن نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأفراد الشعب المغربي قاطبة وأفراد المنتخب المغربي لاعبين ومدربا وطاقما إداريا وطاقما تقنيا. وكذا الجامعة الملكية لكرة القدم على هذا الإنجاز المشرف وبلوغ هذا الدور المتقدم، متمنين لهم بطبيعة الحال التوفيق في القادم من الأدوار.